اسمح لي زكريا، كاين واحد التوضيح، الناس بزاف كتهضر على المدرب، حنا متفقين معكم، لدرجة صحف لي مباشرة مع صدور القرعة وخرجت القرعة كل شيء كيسمي محيط خليوزيس بالإكسنتريكو، هي كلمة إسبانية، الغريب الأطوار، غريب المدرب الأطوار. الغريب الأطوار. سبحان الله ما عرفناش واش هادو كيطلعوا لنا الدرابو ولا ما شنو. داليتش قال لك السيدي داك المدرب كبير كنخاف منه، المدرب ديال ديال كرواتيا. كرواتيا بالفعل. المدرب البلجيكي مارتينيز اليوم تا هو كيقول كنعرف كل شيء على المنتخب المغربي، هذوك بحال عائلتنا نرجعوا لها. المهم ناقشوا على قضيه وحيد، وحيد اخبار اللي عندي 90% ما غيمشيش، غادي يلعب في كاس العالم ديال قطر 2022 لاسباب عده، اولها الاجندي ديال الكاف، الاجندي ديال الكاف تتفرض على المنتخب المغربي يلعب في يونيو اربع مباريات التأهيلية. اربع مباريات تاهيليه الكوب دافريك ديال 2023، لا يكون في كوت ديفوار لا يكون في صيف 2023، هذه غتكون اسرع واقصر تصفيات على مر على التاريخ، مر وقيل التاريخ على القارات كامل ما عندناش عرض تصفيات، لانه باش تعرف هاد التلخبط اللي عند الكاف وهاد الكارثه 40 يوم تقريبا، يعني ما عندوش ماتش اميكال سي واحد، وخا نجيبو المباريات الوديه بالفعل، وخا نجيبو مدرب جديد، كاس العالم وخا نجيبو هاد مدرب جديد، يلا غنتعاينو مع نتعاقدو مع مثلا، نشوف بقول الجمهور نتعاقدو مع مثلا 15 ابريل 1 ماي غيجي 16 غيبدا الاسبوع الاخير في ماي، غادي يلعب اربعه الماتشات ديال يونيو وجوج مباريات، غادي يمشي ناس واحد شويه ما كاينش ماتش ميكا، اربعه كاملين كاليف كاينش ماتش ميكا، غتجي سبتمبر غتلعب الخامس والسادس الجوله 95 جوج مباريات اللي غيبقاو لك، وغتمشي مباشره لكاس العالم ديال اكتوبر ملغي، وربما غيتلغى ما يكونش دات فيفا، غيكون حتى نوفمبر وغيعطوك غير 8 ايام اللاعبين باش يمشيو، يعني غتلعب فرقه غتلعبها في دبي ولا شي حاجه، يعني الكاف والفيفا تيفرضوا على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عدم تغيير المدرب، وانا كنعتبر حماقه لغير المدرب، لانه هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي كاين في الاجندا، من الصعوبه بما كان نبدلوا مدرب. انا دابا حاليا السي زكريا وكنقول كيفاش غادي نستعدوا لهذا المونديال، والاشكال اللي مع ان حتى المنتخبات ديالنا ما عندهمش مشكل، فرنسا بلجيكا وكرواتيا عندهم دوري الامم الاوروبي، دوري الامم الاوروبي تما غيلعبوا كات ماتش جوان ودو ماتش سبتمبر. شنو بان لك السي زكريا انت عندك مونديال، واش هذا المونديال بان لي داروا هكا حقروا قطر ولا محقوره حيت الشونجمون ديال لورير من الصيف ولا الشتاء دار هذه اللخبطه، الكاف ديالنا حتى هي مسكينه كتفيق كتنعس. انا دابا ربما كنعتقد لكان شي لوبي قوي ديال تونس والمغرب تقدروا يتاجلوا هاد الماتشات ديال يونيو ودي سبتمبر، وانا كنتمنى يكون شي لوبي ضغط لوبي كبير ديال تونس ومصر يلغيو هادشي يلعبوا في مارس 2023، هو كاين نتمنى يكون مارس 2023 التصفيات، لانه راه بقينا بحال هكا مع من غنلعبوا، غتلعب مع جيبوتي بالفعل، معنا ما غيكونوش مقابلات قويه ديال الافريق، انت راك لاعب مع فرق ديال الاوروب ديال الاوروب، يعني ما غيكونوش الاستعداد، مباريات ما غيكونوش قويه، يعني لان التغيير اللي جا في كاس العالم من الصيف لشهر 11 يعني جا في وقت متاخر، يعني لاجوندا ديال اوروبا الاورو ليغ يعني كانت ديجا مستمره، التصفيات ديال كاس افريقيا كان البرنامج يعني جا في واحد تما كتشي شي ديال كورونا ورون وشحال تاجلات هاد الكوب دافريك ديال كوب دافريك، يعني يمكن كان قرار خاطئ من الكاف باش يكونوا التصفيات قبل التوجه الى المونديال، يعني كانوا يعطيو على الاقل فتره للمنتخبات المتاهله للمونديال باش يستعدوا في واحد الوقت اضافي، يكونوا عندهم وقت للمباريات الدوليه اللي غادي يكونوا عندهم واحد الفكره على المقابلات الكبيره مع منتخبات اوروبيه،